aujourd'hui, on va expliquer encadrement, ordre et encadrement bancaire. Exactement, on va expliquer dans cette partie-là encadrement et valeur absolue. Alors, c'est quoi la valeur absolue? Tout simplement, la valeur absolue, car vous allez avoir وكتعطي ديما واحد القيمة موجبة مثلا لا فالور ابسولي دو موان 3 سي 3 لا فالور ابسولي دو 3 سي 3 alors qu'est-ce qu'on peut déduire que tout simplement la valeur absolue est toujours positive الا كان العدد سالب كتردو ليك موجب الا كان العدد موجب كتخليه موجب واش مفهوم اذا هاد لا فالور ابسولي كاين مشاكل هنا مثلا ما كيفهموش هما الكل خاصكم غير تفهموا واحد الحاجه انه ملي كنحط انا اكس يقدر يكون هذا اكس بوزيتيف ولا اكس نيجاتيف كان اللي كيصحاب ولا حتى نحط موان اكس عادي سميه نيجاتيف راه يقدر اكس داخلها تكون موان 3 كلها موان 3 هي اكس ماشي نبدا نعتبر اكس 3 ونزيد حدا اكس ناقص عاد نقول لك راه لوب نيجاتيف الوغ ملي كيقولوا لكم هما في الكون سي اكس انفيريور ا زيرو الوغ alors la valeur absolue de x c'est moins x كاين شي بنادم هذا كيقول لك واه كيفاش قالوا لينا لا فالور ابسولي توجور بوزيتيف واه كيفاش دابا لا فالور ابسولي دو x ايغال موان x تو سامبلومون ملي قلت لك انا x انفيرو ا زيرو الوغ هاد x راه سالب واخا ما كاينش سين موان وباش نردو موجب لا نبدا نزيد عليه واحد ناقص اخرى سيبوزون كو x ايغال موان 3 صايي الوغ لا فالور ابسولي دو موان 3 سي 3 كيفاش لقينا هاد 3 كانت هي موان 3 وزدنا عليها واحد موان اخرى عاد ولات بوزيتيف الو غاد موان اكس واخا كاينه موان هنا راه بوزيتيف راه هادشي اللي كيدوخو هما كيشوفو موان اكس كيقولو قالو لينا بوزيتيف وحنا كنشوفو اذا تو سامبلومون هو هذا اذا عاود تاني انتبهو كيقولوا لك مثلا لا فالور ابسولي دو مثلا باغ نديرها بالارقام مع دي زانكولي الا كتبت لك لا فالور ابسولي دو 4 موان 2 انت كتقول مع راسك 4 موان 2 اي بوزيتيف الوغ ليس كوم سا 4 موان 2 ولكن الا كتبت لك لا فالور ابسولي دو 2 موان 4 انت كتقول مع عقلك 2 موان 4 نيجاتيف الوغ موان 2 خاصها تولي 2 اذا تو سامبلومون ملي كيعطوني بحال هكا لا ديفيرونس وكيكون هاد الاكسبريسيون اللي هنا نيجاتيف كنبدل الاشارات اللي موجب كيولي سالب والسالب كيولي موجب سي تندير ايغال 4 موان 2 فنقلب لهم الاشاره يعني في نهايه المطاف سوا 4 موان 2 سوا 2 موان 4 توجور كتعطيني 4 موان 2 لذلك هما في ليزيكسيرسيس ملي كيكتبوا لكم لا فالور ابسولي دو ا موان بي وكيكتب لك سيبوزون ولا سوا ا سيبيريور ا بي تو سامبلومون كتشوف انت اكبر من بي اذا ا ناقص بي بوزيتيف انا لا فالور ابسولي دو ا موان بي سي ا موان بي صاي لو انني قلبت لك هنا الرمز قلت لك انفيريور دو بي الوغ ا موان بي نيجاتيف الوغ ا لا فالور ابسولي دو ا موان بي سي بي موان ا تو سامبلو اجيو دابا نشوفو شي علاقات كاينين هنايا باغ اكزومبل بروميير غولاسيون قلنا لا فالور ابسولي دو اكس اي انفيريور او ايغال ار سينيفي كو اكس اونكادري اوتر موان ار اي ار دابا هي كقاعده راه ساهل نقول لك شوف اولدي اجي تحفظ الا عطاو ليك اكس محصوره اصغر من ناقص 3 بهذا الشكل راه هي هادي صافي حفظها خدا عبد الرقم ولكن خصنا نفهمو علاش دابا لا فالور ابسولي دو اكس انفيرو او ايغال ار سينيفي كو اكس كو اكس باردون اونكادري اونتر موان ار اي ار علاش اجي نفسروها حنا ونفهموها بالعقل ديالنا مزيان انا كتبت لك لا فالور ابسولي دو اكس انفيريور او ايغال ار باغ اكزومبل 3 اذا غير بالعقل ديالك الا كان اكس الا كانت لا فالور ابسولي دو اكس باغ اكزومبل لا فالور ابسولي دو 2 ايغال كومبيان 2 اذا كتحقق ليا هاد ليكواسيون كتحقق ليا هاد المتراجعه الا كانت لا فالور ابسولي دو 1 ايغال كومبيان 1 الوغ كتحقق ليا هاد ليكواسيون توجور انفيريور ا 3 الا مشيت كتبت لا فالور دو ابسولي دو موان 2 موان 2 لا فالور ابسولي دو موان 2 سي 2 اي دو انفيريور ايغال 3 الوغ سي كوريكت الا مشيت كنجرب كاع الاحتمالات اللي يمكن تكون اكس هنايا كنجربو مثلا موان 3 لا فالور ابسولي دو موان 3 سي 3 اي 3 انفيريور ايغال 3 الوغ ناخذوها
ولا فالور ابسولي دو 3 سي 3. اذا ملي كنجرب هاد الاحتمالات كلشي كنلقى ان اكس محصوره بين ناقص 3 و 3، يعني جميع القيم اللي كاينين هنايا راه طابلو هنا زيرو، جميع القيم اللي كاينه ما بين ناقص 3 و 3 الى عوضتيهم هنايا توجور لي ليكواسيون كوريكت، يعني ما كتخربقش يعني المتراجعه ديالي. حيت الا خدت باغ اكزومبل لا فالور ابسولي دو موان 5، لا فالور ابسولي دو موان 5 ايكال 5، 5 لي با فيرو و ايكال 3، واش مفهوم؟ اذا تو سامبلومون الا كيكون عندي لا فالور ابسولي كيكون عندي الرمز ديال انفيريور، وكيكون عندي هاد 3 بهاد الشكل ولا عدد هنا، اذا كنعرف ان هاد اكس بلا قيمه مطلقه، بلا قيمه مطلقه محصور بين هاد العدد والنيجاتيف ديالو، واش مفهوم؟ مزيان. هنايا نفس القاعدة، نفس القاعدة ولكن بلا ويغال، يعني ديريكت، واش مفهوم؟ يعني ستريكتومون. الو لا فالور ابسولي دو اكس انفيريور ستريكتومون ار سينيفي كو اكس اونكادغي اوتخمون ار، يعني طبعا انفيريور ستريكتومون، انفيريور ستريكتومون يعني نيا با ايغال. الا درت هنايا اصغر قطعة كنحافظ على الرمز ديال اصغر قطعة، درت او يساوي كنخلي او يساوي. الو نشوفو دابا اكس la valeur de x supérieure ou égale à r. Par exemple, on a de la valeur de x supérieure ou égale 9. Il est intéressant. Lo annani, ferme la carte. Lo annani x plus x supérieure ou égale 9. Allez, vous voyez, j'ai mis un triangle plus grand que 1 ou 9. يعني x peut être 9, 9, 10, 10, 10.5, 11. ماش الى اخره. ولكن واش اكس هنا يقدر يكون نيجاتيف؟ غتقول لي نو، غتقول لي نو، باسكو موان 3 ني با سوبيريور ا 9، واش مفهوم؟ ولكن ملي كتكون عندي هنا فالور ابسولي شي حاجه اخرى، فعلا فعلا انه يمكن لي نستنتج منها ان اكس اكبر او يساوي 9، يعني 11 12 13 14، لان لا فالور ابسولي دو 11 11، 11 سوبيريور ايغال 3، لا فالور ابسولي دو 13 ايغال 13، 13 سوبيريور ايغال 3، لا فالور ابسولي دو 20 سي 20، اذا اكسترا، يعني عدد موجب هو نفسه. ولكن ما ننساوش انه واش هاد اكس دابا هنا ما يقدرش مثلا يساوي ناقص 10؟ يمكن. علاش؟ لا فالور ابسولي دو موان 10 ايغال كومبيان؟ إيغال 10، ألوغ 10 سوبيريور أ 9، ألوغ في هاد الحالة هادي يقدر إكس ياخد شي قيم سالبة، ولكن هاد القيم السالبة كيفاش خصها تكون؟ على دابا إلا درت هنا موان 2 ما تصدقش ليا، لا فالور أبسولي دو موان 2 سي 2، إي 2 سي با سوبيريور أ 9، إذا كيفاش يمكن ليا نستنتج أنه يمكن إكس ياخد قيم سالبة صغر من ناقص 9، صغر من ناقص 9، إذا غادي نقولو إكس أنفيريور ويغال موان 9، إذا هادشي نقدر نستنتجو، بمعنى أنه إلا كانت عندي إكس هي هادي، إلا كانت زيرو هنا، نعتبرو هنا 9، وهنا موان 9، باش تحقق ليا هاد ليكواسيون لي هي المتراجعة بالعربي، باش تحقق ليا هاد المتراجعة، خاص إكس ياخد جميع القيم لي كبر من 9، وجميع القيم باغدون هنا موان 9، وجميع القيم لي صغر من موان ناقص 9، وبالعقل ديالي إلا خديت هنايا باغ إكزومبل 300، 300 كاينة في هاد البلاصة هادي. لا فالور ابسولي دو 300 سي 300، 300 سي بيرو ايغال 9، إلا خديت أي قيمة من هنا لهنا مثلا موان 12، لا فالور ابسولي دو موان 12 سي موان سي 12، 12 سي بيرو ايغال 9، إذا في هاد الحالة ملي كيكون عندي الرمز ديال الأكبر ما كنديروش محصور، كنقولوا أن إكس سي بيريور ويغال إر، أو إكس أنفيريور ويغال موان إر، واش مفهوم؟ لأن هادي دابا ما نقدرش إكسبريميها سو فورم دو دون كادرومون، إذا نجيو للمثال الاخير باش تفهموا اكثر. الى عندي بار اكزومبل اكس موان سي سوبيريور و ايغال ار، بار اكزومبل عندي اكس موان 3 سوبيريور لا فالور ابسولي ايغال سوبيريور ايغال 3 بار اكزومبل، هاكا واش مفهوم؟ اذا نطبق فيها نفس القاعده ديال الى كانت عندي القيمه المطلقه ديال اكس اصغر من ار فان اكس محصور بين ناقص ار و ار، اذا باش نتخلص من القيمه المطلقه غادي نقول اكس موان 3 محصوره ب موان 3 اي 3 صحيح. اذا نقدر انا نتخلص من هاد موان 3 باش نتخلص منه غادي نزيد 3 في كلا الاطراف، غادي نزيد هنا بلس 3، نزيد هنا بلس 3، بلس 3، بلس 3، موان 3 بلس 3 سي 0، اكس موان بلس هي اكس، 3
3 بلس 3 6 يعني هنا نقدر اننا استنتجنا ان اكس محصور بين 0 و 6 وهذا الشيء اللي شرحت هنا ان هنا اكس ناقص سي محصور بين موان ار و ار الو اكس محصور بين سي ناقص ار و اكس و ار بلس سي يعني هي هذه تو سامبلومون نتا الى حفظتي غير هادو الاساسيين لا داعي باش تحفظ في حاله اكس ناقص سي لانك من هاد الجوج غتستنتج اخرين واضح اذا بالنسبه لهاد لابارتي راه نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان وفهمتوا بعض المسائل المهمه في لافالور ابسولي اذا ان شاء الله ننتقلوا للفقره المواليه